هذا العام حضرت المهرجان الوطني للفيلم الطويل بمدينة طنجة لأول مرة، حيت عندي جوج الأفلام اللي هم مشاركين في هذا المهرجان. الفيلم الأول اللي كان داز نهار الحد باي باي لا فرانس من إخراج أصغر مخرجة ضحى مستقيم، كان داز العرض حتى هو مزيان وتلقى الاستحسان ديال الجمهور. واليوم كان عندنا العرض ديال الفيلم مارشانديز من إخراج المتألق محمد نزرات، واللي ماشي أول مرة كنشتغل معاه، هذه ثاني مرة ديجا خدمت معاه أنت للفيلم، وهذه ثاني مرة كنخدم معاه فيلم طويل. أول مرة غادي تبت بيانسوغ في المهرجان الوطني للفيلم، وفاش تقترح لي الدور في الصراحة عجبني، حيت دور جديد بالنسبة لي، كان فيه الخدمة. تكرفسنا واحد شوية في الوقت ديال التصوير ضروري بحكم الظروف، بحكم حتى الوقت اللي صورنا فيه، يعني كان صح ديك الوقيته. فاش عرض عليا الفيلم وقريت السيناريو عجبني بزاف، عجبتني الاستوار، عجبني كيفاش مكتوب الفيلم، وكنت سعيده بالاشتغال مع نصرات في هذا الفيلم ومع طاقم التقني والفني كامل. قبيله فاش كنت غادي ندخل لاصلاش غادي نخليها واحد شويه، حيت كان فيه لو تراك، حيت اول مره كنلعب الدور بحال الدور ديال الحسنه، وكان عندي بزاف ديال التساؤلات في راسي، وبديت كنتفكر دوك المشاهد اللي صورت، وكنقول زعما يعني كنت كنتمنى اني نكون متفوقه وكيف ما انا كنت متخيله المشاهد يعني في دوماتيت. والحمد لله عجبني راسي، عجبني لو رول، وحسيت براسي اديت الدور زعما على احسن ما يرام، وكيبقى عاوتاني الراي ديال الجمهور المغربي حتى هو راه كيهمني. هو ماشي قضيه فقير ولا غني، حتى الراجل خصو يكون غني باخلاق ديالو، خصو يكون غني بالمبادئ ديالو، بشي حوايج اللي هما ما كيتقدروش بالفلوس. ملي كيتبع الفلوس راه يا اما تقدر تنجح الحلقه تقدر ما تنجحش، ولكن ديما تتكون علاقه مصلحه، ما كتكونش علاقه مبنيه على الحب ولا التقدير ولا الاحترام. تقدر واحد النهار يعني واحد 90% بحال هاد العلاقات راه كيساليو في الاخر، وكيف ما هي كيكون عندها مصلحة في الفلوس، هو الشخص اللي معاه يكون عنده مصالح أخرى. يعني أنا ضد الزواج للمصلحة، يعني أي بنت تعرفت على شي شاب وبغاته تحاول تضحي معاه، ماشي كنقول بحال هكا يعني تضحي مع واحد فقير ما خدامش ولا هذا، ولكن الإنسان يتبع المبادئ وتبع الأخلاق أكثر من أي حاجة أخرى. والواحد اللي بغات الفلوس تشتغل على راسها وتخدم وتكون اون فام انديبوندونت وتقد براسها، ولا جا راجل لاباس عليه مرحبا، ما جاش راجل لاباس عليه، المهم تكون عيشه مزيانه ومستوره، ما يكون خاصها حتى شي خير. جريت ان شاء الله غادي يكون الحلقه الاولى لو 28 من هنا لواحد السيمانه. جريت وجريت حتى هو دور جديد عليا في المسيرة ديالي في التلفزيون المغربية، الدور ديال زينب اللي كان عندي عليه دور شوية كان شريرة بور لا بخومييغ فوا. كنت واحد الإنسان اللي كتفكر غير في راسها، أنانية نرجسية بحكم الظروف القاسية اللي عاشت في حياتها قبل، يعني كاين بزاف ديال الدوافع اللي خلاو ديك الشخصيه تولي بحال هكاك. وصراحه ما بغيتش نهضر على الرول ديال زينب، بغيت نخلي مفاجاه للجمهور المغربي، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالو. كنبغي نقول ليه مبروك عليك، كنبغي نقول مبروك عليك، الله يسهل لك انت والزوجه ديالك، وكنبغي نبارك حتى لجهان كداري تاي على الزواج ديالها، والله يكمل عليكم بالخير. انا ما عمري ما غادي ناخذ هادشي كترويج، يعني انا ما غاديش ناخذ، عمري ما غناخذ علاقه ديالي، لا ما يمكنش لي انا غادي ناخذ انايا علاقه زوجيه ديالي كترويج باش انا يكون عندي موراها اهداف، انا ما يمكنش لي ندير بحال هكا. ولكن الا مثلا الزوج ديالي في المستقبل بغيت افيشه معايا ولا يبان معايا، ما عنديش مشكل، كتبقى هو لي الحريه الكامله واش يبغي ولا ما يبغيش، ولكن ما غاديش يكون الهدف انني انا غادي تكون عندي واحد المصلحه من وراء هذه العلاقه، حيت انا ما عمرني ما غادي نحط العلاقه ديالي ك
كمصلحة ولا شي حاجة اللي أنا غنستافد منها. هاد السؤال كتطرح عليا بزاف المرات. انا ما عنديش غير دور واحد، انا عندي بزاف ديال الادوار، مجموعه ديال الادوار ما نقدرش نقول لك، حيت انا واحد الانسانه في هاد الميدان ديال التمثيل ما كنشبعش، ما عمر دور واحد ما غيقنعني. ما عمرني ما جلست مع راسي وقلت فاطمه زهراء بغيتك نشوفك في هاد لوغول، لا فاطمه زهراء نشوفك في هاد لوغول انا اي دور اللي غادي يكون غيضيف ليا واحد الاضافه في المسيره ديالي، واللي غادي يكون واحد الدور اللي ما كيخدش الحياة ولا غيوصل ان ميساج للبوبليك، نلعبو علاش لا. سعاد ردات الوالدة. سعاد هي بحال قلتي هي الانطلاقة ديالي في هي الشعلة ديالي. سعاد اللي عرفتني على الجمهور المغربي، سعاد اللي حببتني في الجمهور المغربي، سعاد واحد الشخصية اللي خدمت عليها بزاف واللي تعبت عليها بزاف، واحد الشخصية اللي دخلت فيا لداخل وعاشت معايا وخرجت مني غير بشقة الأنفس كيف ما كنقولوا. دونك إلى يومنا هذا كتبقى سعاد هي المرتبة الأولى. صراحة كناكل عادي، غير كنرد البال شويه وصافي، وكندير الرياضه مره واخا دابا راني حبست ونرجع ان شاء الله قريب. هادشي اللي كاين زعما ما كنديرش افور كبير. وعاد انا من زعما من صغير ديالي ما عمرني ما كنت قليطه ولا شي حاجه، يعني انا العود ديالي بحال هكا. هو في الصراحه هاد الشيء محزن مؤسف، وكيبقى فيك الحال ملي كتشوفي فنانة كبار لي انا فاش كنت صغيره مثلا وكنت كنشوفهم في التلفازه كنت كنتمنى انني نوقف قدامهم واحد النهار ونمثل معاهم شي دور. وبغيت ما كرهتش تكون واحد التفاته طيبه لهاد الناس هادو وما ينساوهمش وتفكروهم، حيت راه عطاو بزاف للفن، وكنتمنى لهم كاع الخير وكنتمنى لهم السعاده وكنتمنى فريمون تكون شي التفاته طيبه لهاد الناس. لالا مولاتي هذه ماشي اول مره كندير لقاء مع قناه لالا مولاتي، كنبغي نشكركم على الاستضافه، وكنبغي نشكر الجمهور المغربي على الحب ديالو ليا، وحتى انا كنبغيكم بزاف وانتظروني ان شاء الله قريبا في مجموعه من الاعمال. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.